أهلا بكم أعزائي المتابعين في قناة عالم الفن. في هذا الفيديو، الإعلامي المذيع العربية محمد الطميحي يغازل زوجته رشا الخياط على الهواء مباشرة ويصفها بالنجمة وما لا تعرف عنه. سبق للإعلام محمد الطميحي أن عمل في العديد من المواقع، منها إذاعة المملكة من داخل الرياض، كما سبق له العمل كاتب في جريدة الرياض. وقبل أن يقوم بتأسيس إذاعة بانوراما اف ام والتي تميز وبرع فيها، ومنها انتقل لقناة الحرة التي عمل فيها لفترة ليست بالطويلة قبل أن يتجه صوب قناة العربية. والتي عمل فيها في بدايته مراسلا إقليميا في دول الخليج، ومنها أصبح كاتبا ومحررا لنشرات الأخبار في القناة قبل أن يصبح من مقدمي البرامج الحوارية في قناة العربية. وفي 7 من يونيو/حزيران عام 2012 تزوج الإعلام محمد الطميحي من زميلتي في قناة العربية الإعلامية رشا خياط، حيث يقيمان في الإمارات. وفاجأ مذيع قناة العربية الإعلامي السعودي محمد الطميحي زوجته رشا الخياط بوصلة غزة المفاجئة أثناء ظهورهما معا على الهواء. وأثارت الإعلامية السعودية في قناة العربية رشا خياط اهتمام ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما سلطت وسائل الإعلام الضوء عليها، وذلك بعد أن غازلها زوجها الإعلامي محمد الطميحي على الهواء مباشرة. ومن خلال هذا الفيديو سوف نتعرف على الإعلامية التي وصفها زوجها محمد الطميحي على الملأ بالنجمة. انطلقت شهرة رشا الإعلامية في عام 2018 بعد اختيارها كمقدمة برنامج صباح العربية الشهير الذي يعرض يوميا في الساعات الأولى من الصباح على القناة، كما بدأت في ذات العام بالعمل كمحررة وكاتبة رئيسية في القناة. ولكن الإعلامية رشا خياط عملت قبل ذلك عدة سنوات في القناة، حيث عملت كصحفية مستقلة في العربية نت بين عامي 2009 و2011، ثم عملت في الموقع ذاته كصحفية بين عام 2011 و2012. وتعد الإعلامية رشا خياط من السعوديات القلائل اللواتي أثبتن أنفسهن في المجال الإعلامي، وسبق أن أكدت خلال اختيارها كإحدى النساء الملهمات في يوم المرأة العالمي من قبل لوكاس أرابيا. أنها واجهت صعوبات من مجتمعها حين اختارت المجال الإعلامي، مؤكدة أنها تمكنت من تحقيق طموحها وحلمها بنجاح. كما شاركت الإعلامية رشا خياط بنات بلدها في المملكة العربية السعودية فرحتهن بالسماح لهن بقيادة السيارة، حيث قامت في عام 2018 بالقيادة في شوارع الرياض لأول مرة. وتخرجت الإعلامية السعودية رشا خياط من كلية الإعلام في الجامعة الأمريكية في إمارة الشارقة في دولة الإمارات. محمد الطميحي إعلامي سعودي بارز ومشهور، يحمل الجنسية السعودية ويقيم في الإمارات العربية المتحدة، ويعود أصله لمنطقة جازان بجنوب السعودية. ولد في الرياض ثم انتقل إلى مسقط رأسه جازان ليتلقى تعليمه العام، ثم درس الإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود كلية الإذاعة والتلفزيون. وتلقى الإعلامي محمد الطميحي تعليمه العام في منطقة جازان منبع أصله ونبع توهجه
ثم درس الإعلام تخصص إذاعة وتلفزيون في جامعة الإمام محمد بن سعود. وكان يواجه الحياة بعطاء أسرته رغم محدودية الإمكانيات، وتخرج ثم ارتبط بإذاعة الرياض من خلال دور التدريب رسمية للمواهب الشابة، ثم تعين كمذيع متعاون وقدم عددا من البرامج الإذاعية. والتحق بصحيفة الرياض ثم تعلم فيها صياغة الأخبار وأعداد التقارير والتحقيقات، وانتقل لطميحي إلى راديو سوا في أغسطس عام 2003. وساهم في تأسيس مكتبه الإقليمي في دبي، وعمل خلالها كمراسل إقليمي لقناة الحرة في الخليج، وقام بتغطية العشرات من القمم والمؤتمرات والدولية. ومارس الإعلامي محمد الطميحي العمل الميداني، حيث غطى زلزال باكستان في عام 2005 حين تنقل بكاميرته بين المناطق رغم التحديات والخطورة. وفي عام 2007 تفرغ بشكل كامل لقناة الحرة وأدار مكتبها في الرياض، وهناك قام بتغطية قمم عالمية وزيارات لزعماء الدول إلى السعودية. وساهم الإعلامي محمد الطميحي مع فريق عمل محدود في انطلاقة MBC FM من دبي، وعمل فيها كمذيع أخبار ورئيس تحرير نشرات قبل انطلاقة محطة الراديو الجديدة بانوراما FM، والتي يعتبر الطميحي من المؤسسين لها. ويشغل الإعلامي محمد الطميحي منصب مذيع أول بقناة العربية ومقدم برنامج صناعة الموت، وهو البرنامج الأكثر في نسبة المشاهدة على شاشة القناة. إضافة إلى مساهمته في تأسيس نشرة الرابع التي تهتم بالشأن السعودي، وكان مقدمها الرئيسي لأربع سنوات متتالية. وشارك في تغطية العديد من الأحداث وعلى رأسها أحداث الربيع العربي، وأجرى لقاءات خاصة مع زعماء ورؤساء وشخصيات كبرى. وكان عضوا فاعلا في الوفد الإعلامي الرسمي المرافق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، عندما كان وليا للعهد في زياراته الرسمية لعدة دول. وحصل الإعلامي محمد الطميحي على عشرات الدورات الإعلامية العميقة والمتخصصة من عدة جهات، وقام عدة دورات وورش عمل في السعودية وخارجها. وهذه لقطة من عقد قران الإعلامي محمد الطميحي على زوجته الإعلامية رشا خياط. وفي نهاية الفيديو، إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل جديد لدينا.